كانت أياماً عصيبة. قرية بكاملها تختار النزوح مرغمة خوفاً من بطش الغزاة. هو الرعب ينتشر كالعدوى، لا يفرق بين صغير أو كبير، لا يمهل العقول ولو للحظة واحدة للتحقق من هذا الذي يحدث حقيقة كان أم إشاعة. حملنا ما أمكننا حمله على عجالة وسرنا في العراء نحو قدر مجهول. ضوضاء النزوح الرتيبة ترافقنا كالخليل الوفي. أصوات خطانا البليدة في الممرات الوعرة، بكاء صغارنا من التعب والنعاس، والولة العجائز المكتومة ممزوجة بأدعية وآيات قرآنية. وبين الفينة والأخرى صوت أحد ما مطمئنا: شدي وبتزول، بكرة وبعد بكرة بنكون راجعين لأرضنا وبيوتنا ولكل اللي تركناه. أواه يا شجرة الليمون، يا حقل الشعير تقضم أطرافه النار،